السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نكمل اليوم تشابتر 1 ونبلش بتشابتر 2. وصلنا بآخر التشابتر بعض الـ Event Procedures. فهمنا شو يعني Event Procedure؟ فهمنا شو يعني Event Procedure؟ لو مسألكم شو احكوا معي؟ الأحداث اللي نطبقها على Controls. آه الكنترول الحدث المرتبط بكنترول بنعمل له شيء اسمه بروسيجر، ايفنت بروسيجر، بنكتب له بروسيجر. وتعلمنا طريقتين لكتابه الاوتلاين، لادخال الاوتلاين. الاوتلاين شو قلنا؟ اللي هن الهيدر والاند سب. هاي الهيدر، هاي السطر الاول، والاند سب هاي اوتلاين. احنا ما بنكتب، يعني بقدر انا اكتبها من الصفر، بقدر اكتبها لو اروح على الايديتور واكتبها مباشره بدون ما أتبع أي طريقة، إذا كنت حافظ الطريقة. بس إذا أنا معني بالبداية، قلنا في طريقتين: إما بعمل دبل كليك على الكنترول بدخل لي الأوتلاين الرئيسية، الأوتلاين اللي هن الهيدر والإند سب، بس لمين؟ للحدث الأساسي اللي للكنترول. قلنا الليبل اللي هو كليك، البتون كليك، تكست بوكس تكست تشينج. بس في قلنا مجموعة من الأحداث، في أحداث كثير مرتبطة بكل كنترول، حتى لو سواء احنا تعلمناها ولا ما تعلمناها، في احداث كثير مرتبطه بالكنترول. طب كيف انا بتختار حدث ثاني واسمح له يدخل اوتلاين له؟ كيف حكينا في طريقه ثانيه، اني بختار الكنترول بوضع الديزاين، بروح على بروبرتيز ويندو، بضغط على زر الايفنت اللي هو زي الصعقه الكهربائيه، بعطيني بدل الخصائص بعطيني ايفنتس، بعمل بختار الايفنت اللي بدي اياه، بعمل دبل كليك عليه بدخل لي الهيدر. وهذا الاشي اللي عملته للليف. متذكرين كيف عملت الليف الاوتلاين للليف؟ لانه انا لو التكست في لو التكست بوكس عملت عليه دبل كليك، بعطيني مين؟ شو الايفنت بروسيجر للتكست تشينج عشان يدخل لي للليف. رحت اخترت من وضع الديزاين، اخترت التي اكس تي فيرس، رحت على بروبرتيز ويندو، ضغطت على زر الايفنتس، اظهر لي الايفنتس الاحداث. بعد ما اظهر لي الاحداث اخترت الليف، عملت دبل كليك عليه، دخل لي. طب شو يعني ليف؟ خلينا نطبق شو يعني ليف. شو يعني ليف؟ شو يعني ليف؟ مغادرة. هاي دوت في بي ليف مغادرة. طب كيف يعني مغادرة؟ نشوف، احنا عملنا بي تي ان كليك، هاي ليف. بدي اكتب كودات تتنفذ بحالة عملت ليف من التي اكس تي فيرست. من هاي الكودات بتطبع عبارة بالليست بوكس 1، أنا ضفت ليست بوكس 1. هاي ليست بوكس 1، ضفت ليست بوكس وما غيرتش اسمه. راح نتعلم تشابتر 2 كيف نضيق، كيف نطبع فيه عبارات. هيك الصيغة دوت items دوت add. شايفين صيغة بتطبع بليست بوكس؟ هذا راح تمر علينا كثير. بدي اطبع مثلا هلا، خلينا ويلكم تو فيجوال بيسك. بدي اطبع هاي العباره داخل التست ليست بوكس 1. هاي صيغه الطباعه ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت اد، بين اقواس الاشي بدي اضيفه على الليست بوكس. طبعا هاي العبارة رح نتعلمها بالتفصيل بشابتر 2. احنا هسا كل الاشياء البرمجية اللي اخذناها لها علاقة بالخصائص، وبدي اغير بخاصية من الخصائص الموجودة عندنا. مثلا ممكن اغير على الليبل، اظهر اشي بالليبل. زي واحد من زملائك ودالي مسج، بنقدر نظهر نتيجة بليبل؟ اه، انا عندي ليبل، هاي ليبل 1 كأنه اسمه، هاي ليبل 1 دوت مثلا تكست. اذا بدك تظهر فيه نتيجة دوت تكست، تكست يساوي، هاي مش بين أقواس، تساوي. إذا بتظهر نتيجة بتكست بوكس أو بليبل، بقول ليبل 1 دوت تكست، تكست فيرست دوت تكست يساوي القيمة. مثلا بدي أخليها يساوي، إذا سترينج بحطه بين دبل كوتيشن، إذا رقم بكتبه هيك. بس عادة الأرقام تعتبر سترينج. رح ناخذ كمان بشابتر 2 إنه في إشي لازم نحوله، في لازم نعمل عمليات تحويل احيانا مش دائما، بعض الحالات. هاي انا للاحتياط حولته لسترينج، في اس تي ار، يعني
حول هذا الرقم لسترينج بعدين اظهره داخل الليبل. نشوف هسا نروح نعمل run. انا حكيت هاي بدي اعمل run، بس عملت run يلي بس غادر من التكست بوكس 1 من txt first بده يصير اشياء. شو الاشياء اللي بدها تصير؟ بدها تظهر باللست بوكس 1 عباره welcome to visual basic، وليبل 1 بده يظهر فيه نص رقم اللي كتبته 5 4. طيب خليني اكتب اشي بtxt. هاي ضغطت غادرت، بس غادرت شو يعني غادرت؟ ليف يعني طلعت منه، مش بس وانا اكتب لا، بس اطلع منه. شوفوا شو صار، ظهرت بالليست بوكس ويلكم تو فيجوال بيسك. طبعا انا كتبت عباره طويله وهي ما عدل السطر، وظهر بالليبل القيمه 567 اللي ظهرت. شفنا كيف صار الحدث وانا لما عملت ران بدون ما اضغط على زر. في عندي شغله ثانيه، اذا ضغطت على الزر كنت كاتب فيه كود، لا هيك هيني ضغطت على الزر بس ما صار إشي. ليش ما صار إشي؟ لأن أنا ما كتبت كود، ما كتبت داخل الإيفنت، الإيفنت بروسيجر شو الإشي اللي بده يصير، بس أضغط على الزر. طب خلينا نرجع بالتفصيل نتذكر، هاي ذكرتكم شو يعني ليف. بدي بدنا نتذكر الهيدر شو مكوناته. حكينا ببلش بالكي وورد سب، هاي البرايفت والبابليك بتمثل مين مسموح له يستخدم هذا الإيفنت بروسيجر. في عنا sub، بعدين اسم الاسم البروسيجر، وعادة يسمى البروسيجر الاسم التلقائي اللي بعطيني إياه للبروسيجر البرمجية نفسها. لما تعطيني الهيدر تعطيني اسم تلقائي للبروسيجر. كيف بختار اسم؟ من اسم الايفنت أندرسكور الحدث، اسم الايفنت، اسم الكنترول أندرسكور الايفنت، اسم الكنترول أندرسكور الايفنت، هيك بسميه تلقائي. بعدين قلنا بين باراميتر ليست بين اقواس شيء اسمه باراميتر وحكينا هاي تو باراميتر ليست، وحكينا تعبأ تلقائيا لهيك لو ما حفظتها مش مشكله. بعدين بعد الاقواس بكتب الكلمه المحجوزه هاندلز، هاندلز يعني يعالج هذا البروسيجر، يعالج اسم الحدث. واسم الحدث كيف بكتبه؟ كنترول نيم دوت ايفنت. بدي احكي لكم شغله مهمه، انه الاسم الكنترول اسم البروسيجر ممكن اغيره. يعني لو هاد بي تي ان اندرسكور كليك سميته اتش 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 بصير غلط؟ بصير غلط؟ لا صح، بس الحدث هذا اللي بعد الهاندلز هذا بيمثلش اسم بروسيجر، هذا بيمثل اسم الحدث. بصير اغيره؟ لا، لأنه الحدث كيف بعبر عنه؟ اسم الكنترول دوت الحدث. هسا هاي بدي أحط لك جملة تتنفذ بحالة إنه حصل الضغط على الزر. بدي أغير لون النص الموجود بالليبل، بصير ولا بصيرش؟ بصير. شو اسم الليبل؟ ليبل أنا مش مغير اسمه، لهيك اسمه ليبل 1 دوت 4 color. عرفنا الخط اللي هو 4 لون الخط 4 color يساوي color دوت خلي يرد لون معروف. هاي غيرت لون الخط. ممكن اغير خلفية الخلفية، لون الخلفية للtxt second، بصير ولا بصيرش؟ txt second بدي اغير لون الخلفية. لون الخلفية الخيار مش 4 color back color، لاحظوا شو الخيار، لون الخلفية back color يساوي color dot green، بخليه green. نروح نعمل run. عملت run، طبعا أنا ما قلتش بدي أغير، قلت إذا ضغطت على الزر. لاحظوا ضغطت على الزر أنا طلعت. بضغطتي على الزر كان المؤشر وين كان؟ وين كان المؤشر؟ كان جوا التكست بوكس. عملية خروج، عملية ضغطي على الزر شملت حدثين، ما
لاحظوا ان انا طلعت من التي اكس تي فيرست، لهيك صار الاشياء اللي صارت بحاله مغادره تي اكس تي فيرست حدث ليف، انه ظهر ويلكم تو فيجوال بيسك بمربع النص بالليست بوكس، وظهر 567 داخل الليبل. وبنفس الوقت انا رحت ضغطت على الزر، لما ضغطت على الزر شو صار؟ لون النص اللي ظاهر بالليبل صار احمر، ولون خلفيه تي اكس تي سكند صار ايش؟ اخضر. طب قول لي ما عملتش غير حدث واحد اني ضغطت على الزر؟ لا، انا صار حدثين. انت اول ما عملت ران، هاي نرجع نعمل ران كمان مره، اول ما عملت ران وين المؤشر كان؟ وين المؤشر كان؟ تي اكس تي فيرست. انا تركته ورحت على البتون، اذا انا غادرت منه، طلعت منه، رحت اخذت المؤشر على البتون، بس طلعت منه ظهرت مباشره العباره. لاحظوا ظهرت العباره ويلكم تو فيجوال بيسك، بس هي مش ظاهره لانه الليست بوكس انا لازم اكبره شوي بعدين، وظهر 567 داخل اللاي. بس ضغطت على الزر صار الاشياء الموجوده داخل البروسيجر الخاص بالضغط على الزر، اللي هي غير لون النص اللي بالليبل صار احمر، وغير خلفيه تي اكس تي سكند لاخضر. شفتوا كيف ممكن اعمل اي احداث انا بدي اياها؟ فهمنا الفكره؟ طيب فهمنا الفكرة؟ خلينا نكمل. نعم خلينا في حدا عنده سؤال؟ لاحظ هون بحكي لنا header of event procedure، شرح لك عن الهيدر، انه ببلش بالسب بعدين النيم الاسم، والاسم can be changed، can be changed ممكن تغييره، بعدين الاقواس parameter list وهي تعبأ تلقائيا، بعدين handles btnread.click. الهاي اللي بعد الهاندلز بتحدد الحدث، لأنها بتحدد الحدث ممنوع تغييرها. هاي مثلا غيروا btnread_click سموه button_press، أنا بكودي غيرته سميته hhh صح؟ لو رحت على الكود btnread.click غيرت الاسم للبروسيجر بس ما غيرت الحدث، لو غيرت الحدث بعطيني error، لو هاد سميته hhh بعطيني error، اسم البروسيجر بصير غيره، اما الحدث طريقه التعبير عنه عرفناها شو هي، طريقه التعبير عن الحدث وطريقه التعبير عن الخصائص عرفنا شو هي. خصائص كنترول نيم دوت بروبابيلتي تساوي سيتنج، الحدث كنترول نيم دوت ايفنت. ما بدناش ننسى طريقه التعبير عن الحدث، اللي بعد الهاندلز هو حدث، انا بعبر عن حدث، لهيك لازم يظل بنفس الطريقة. أما اللي قبل الأقواس بين السب والأقواس هذا اسم البروسيجر، هيك اسم البروسيجر صير أسميه شو ما بدي، بس بشرط تنطبق عليه شروط تسمية الايدنتيفاير، لأنه هذا ايدنتيفاير لازم يتكون أحرف وأرقام وأندرسكور وألا يبدأ برقم وألا يكون كلمة محجوزة. طب بصير أسميه، واحدة من زميلاتكو بعثت لي مسج، بصير نسميه واحد من الكنترول مثلا ليبل 1، أنا عندي ليبل 1 صير اسميها، اعطاني ايرور مباشره على فكره، شايفين؟ شو اعطاني؟ اعطاني ايرور. ايوه ليبل 1 از اوريدي ديكليرد. ما بصير اسميه داخل نفس السكوب، ما بصير اسمي نفس الاسم. هذا موضوع السكوب، موضوع مهم نحن رح ناخذه بالبروسيجرز بشابتر 4. داخل نفس المجال، يعني زي عيله. عيلة تسمي محمد اثنين، بصير؟ العيلة الوحدة، دار وحدة، تسمي محمد مرتين، بصير؟ إذا نادت عن محمد، مين فيهم بده يرد؟ عرفتوا ليش ما بصير؟ بس لو عيلتين، كل عيلة سمت محمد، ما فيش مشكلة، عادي. هون لو أنا طلعت على يعني لو حذفت الليبل، لو ما كانش عندي ليبل 1، هاي بدي أحذف الليبل. بدي احذف الليبل، طبعا بدي احذف كل الايفنت بروسيجر الخاص فيه، كل شيء له علاقه بالليبل بدي احذفه، وبدي اروح على الديزاين واحذف ليبل 1، احذفه هاي ديليت. نرجع للكود، راح الايرور عن اسم البروسيجر ليبل 1، راح الايرور لانه ما في عندي شيء اسمه ليبل 1، يعتبر عادي اسمه ليبل 1، بس ما في ليبل 1، ما في شيء اسمه ليبل 1. لو في شيء اسمه ليبل 1 بعطيني ايرور. انا عاده بسميش باسماء الكنترولز،
وضحت الفكرة؟ ما بسمي بأسماء الكنترولز، بسمي اسم معبر. هو عادة البرمجية نفسها بتعطيني اسم، البرمجية عادة بتعطيني اسم. كيف بتعطيني اسم للبروسيجر؟ قلنا اسم الكنترول أندرسكور مش دوت، إنه هنا مش حدث والاسم ما فيه دوت. إذا بتتذكروا من قواعد التسمية ما فيها دوت، أندرسكور كليك. بصير أنا غير الاسم؟ بصير. يعني لو أعطيتك تقول ليش هذا إيرور لازم يكون كذا؟ لا، بصير غير الاسم بس بشروط معينة، اللي هي بشروط الايدنتيفايرز، وما يتكررش بنفس السكوب بنفس الكلاس المسمى مرتين. مثلا كنترول يكون اسمه ليبل 1 والبروسيجر يكون اسمه ليبل 1، اعطاني ايرور. شفتوا؟ بس حذفت ليبل 1 صار ما فيش عندي شيء اسمه ليبل 1 داخل الديزاين، ما اعترضش، بطل يعترض على الاسم شو ما كان. لو سميته تكست بوكس، لو سميته ما بيعترض. المهم اسم صح، المهم اسم صح، بس بشرط ما يتكررش، ما يكونش في تكرار. شاهد فتحت الكاميرا، شاهد عبابنا فتحت الكاميرا، انتبهي. طيب دكتورة، نعم، بس هسا الاسم بصير اسميه بوتون اندرسكور كليك يعني مثلا؟ بصير اي اسم، بس بشرط تنطبق عليه شروط تسمية الايدنتيفايرز. شروط التسمية اللي تعلمناها هي تكون من احرف وارقام واندرسكور وأن لا يبدأ برقم وأن لا يكون كلمة محجوزة. هاي شروط التسمية. الشغلة الثانية غير شروط التسمية إنه ما يتكررش، يعني ما يكونش التو بروسيجرز إلهن نفس الاسم، أو يعني في عندي كنترول أو في عندي كنترول إله نفس الاسم البروسيجر، ما بصير. أما يعني أي اسم لو سميته X بصير، لو سميته Y بصير، لو سميته X underscore Y بصير، button underscore click بصير، أي إشي أنت حر. تمام. لو كان عندنا بس البروسيجر مثلا ليبل 1 وانا سميته ليبل اندرسكور 1 بصير بطل ليبل 1، صار اسم ثاني. انا بحكي لك صار اشي ثاني. اي تغيير عندك ليبل 1 سميته ليبل 1 2 او اندرسكور ليبل 1 بصير اسم ثاني، بصير اسم ثاني، خلاص بطل في تكرار. هذا السؤال سالتني اياه واحده من زميلاتكم على الايميل، وفي واحد من زملائكم بارح كمان سألني سؤال انه بصير نظهر نتيجة داخل ليبل. بصير. قبل شوي ظهرت لكم ليبل 1.txt يساوي قيمة معينة، وهاي قواعد كيف نظهر النتائج رح ناخذها في chapter 2 ان شاء الله. طيب نكمل بchapter 1. بحكي لنا ممكن البروسيجر نفسه يعالج اكثر من حدث. احنا لحد الان كل البروسيجرز اللي كتبتها الايفنت بروسيجرز كانت تستدعي حدث واحد. اذا صار الحدث شو يصير؟ يصير الاشياء اللي مكتوبه داخل الحدث. طب يصير اعمل بروسيجر يتنفذ بحصول حدثين مع بعض؟ لاحظ، بكتب برايفت سب اسم البروسيجر، الباراميتر ليست طبعا اللي بدي اياها، هاندلز، بختار الحدث الاول فاصل الحدث الثاني. إذا حصل إن الحدثين بتنفذ الإشي اللي عملته. طب يعني أنا بإمكاني كودي أدمج. دكتورة؟ نعم. يعني لما يحصل الحدثين مع بعض بتنفذ ولا شرط واحد؟ يعني بس واحد ولا شرط الاثنين مع بعض؟ هسا عملنا نجرب. نشوف هاي TXT chain. شايفينه؟ TXT first underscore TXT chain. بدي أسميها happening. وبدي أجي أعمل حدثين txt first dot txt change، بعدين btn فاصلة btn read dot click. شوفوا كيف كتبت dot click، كتبت غلط. طيب طبعا أنا عشان بدي أحذف هاي الأشياء بدي أحذفها. هاجي بدي وضحت الفكرة، بدي أروح أحذفهم. خلينا هذا عندي حدث، هذا الحدث إنه إذا غيرت النص ب txt change وضغطت على الزر رح يصير النص داخل txt first hello، ولون النص رح يصير blue. نعمل run. أول إشي
لاحظ يعني حصول أي حدث منهن. طب خليني أعمل كمان أضيف جملة. List books one dot items dot add. طبعا هاي الصيغة لإضافة محتويات على list books. Welcome. رد نعمل run كمان مرة. هذا happening يعني حصول أي حدث من الحدثين. شو عمل أي حدث؟ هيجي تغير كمان مرة يعني مش شرط الحدثين مع بعض. هيني بعدني بس بغير بالنص بظهر لي welcome welcome welcome. هو أصلاً إيش ما عمل شيء ثاني، هو فعلياً النص خلص لأنه صار hello وغير لونه لأزرق كل مرة. ممكن لاحظ شو صار يظهر ويلكم، كل ما اجي اغير بالحرف بظهر لي ويلكم، لو ضغطت زر كمان بظهر ويلكم. نعمل ران كمان مرة بدون ما اغير النص، بتضغط على الزر لاحظ اعتبروا حدثين. حدث انه تغير النص، طبعا لما سندت القيمة هلو تغير النص وظهر لي ويلكم، ولما ضغطت على الزر كمان ظهر ويلكم. اعتبرهن حدثين. شوفوا كيف اضغط على الزر كمان مره ظهر لي ويلكم مره واحده لانه النص ما تغير، ظل هلو. طب اجي احاول اغير بالنص ظهر لي ويلكم. يعني حصول اي حدث من الحدثين شو بصير؟ بتنفذ البروسيجر. يعني مش ان هي اور، اذا حصل اي حدث من الحدثين بتنفذ البروسيجر. البروسيجر الايفنت بروسيجر المرتبط بحدثين، اذا حصل اي حدث من الحدثين بتنفذ الجسم البروسيجر. لاحظ بحكي لنا اذا بدنا نغير في خصائص الفورم، اذا انت بدك تغير في خصائص الفورم the following will not work. بحكي لك احنا تعلمنا كيف بنغير بالخصائص. كيف بنغير بالخصائص؟ اني بكتب اسم الكنترول دوت البروبرتي تساوي الفاليو، بس الفورم اذا كتبت اسم الفورم دوت البروبرتي بعطيك ايرور. اذا بدك تغير بالفورم بالذات بتكتبش اسمه بالخصائص، شو بتكتب بدل اسمه؟ مي. شو بتكتب؟ مي مي دوت. بدي اغير مثلا بالنص الظاهر على الفورم مي دوت تكست. لاحظ كانت ديمونستريشن بدي اخليها ديمو، هاي بدي اخليها ديمو. نعمل ران، هاي ديمونستريشن. شوفوا شو صارت ديمو. بس كيف لاحظ غيرت؟ مش شرط بالإيفنت بروسيجر هذا، بأي إيفنت بروسيجر جيت بدك تغير أي خاصية من خصائص الفورم ما بتكتب اسم الفورم دوت البروبرتي، شو بتكتب؟ مي. هاي ملاحظة مهمة وكان يجي عليها سؤال مي. كيف برجع للفورم بالبرمجة؟ مش اسمه مي، تكتب مي دوت البروبرتي تساوي الفاليو. نشوف في فور كلر، أنا مرحلة الرن على فكرة إذا ما سكرتوا وأنتوا تعملوا رن، إذا ما سكرتوا شاشة الرن ما برضى يعمل لكم رن أو يرجعكم على الديزاين وتشتغل. مي دوت. دكتورة بس بصير تعيدي المي مرة ثانية. المي إحنا تعلمنا بالخصائص بشكل عام بكتب اسم الكنترول دوت البروبرتي يساوي الفاليو، هيك أنا بعمل صح؟ بس الفورم بالذات ما بتكتب الفورم نيم دوت البروبرتي، شو بتكتب؟ مي. شو بتكتب بدل اسم الفورم؟ مي. هاي مي دوت باك كلر يساوي كلر دوت بلو. انتبهوا الكلر كمان بحطش بلو، بحط كلر دوت بلو، يعني خلفيته بدي تصير خلفية مين؟ هاي مي خلفية الفورم كامل. هاي عملت حدث منهم، شوفوا شو غير الديمو، غير خلفية
لاحظ كيف رجعت لخصائص الفورم عن طريق مي. هاي بحكي لك إياها. شوفنا كيف؟ هاي بحكي لنا إنه the following will not work. will not يعني مش راح تشتغل. form demo.txt تساوي demonstration. هاي ما راح تشتغل. ليش؟ لأن أنا هون بالفورم بالذات ما بستخدم اسمه بالبرمجة. شو بستخدم للرجوع للفورم؟ بستخدم الكيورد مي. me.text تساوي demonstration, me.forColor, me.backColor, أي خاصية بدي إياها برجع للفورم عن طريق me. كيف بفتح برنامج وبنفذه؟ بضغط. بدي أفتح برنامج, يعني أنا كنت أفتح test 1 و test 2, بفتحهم عن طريق start page. كنت أروح على start page ولاقي فيه بالrecent في تيست 1 وتيست 2. طب لو مش فاتح ستارت بيج, فايل اوبن. ايش عندنا؟ اوبن. اذا بتتذكروا تيست الاول اللي عملته, فايل اوبن بروجكت اور سوليوشن, بروح وين انا خزنتهن؟ على الديسكتوب. بحدد المكان التخزين الديسكتوب, في هاي تيست وتيست 2. انا هسه بشتغل على تيست 2. خلينا افتح تيست. هاي تيست بحكي لنا اختار الملف اللي هو .sn اللي هو solution SLN. شوفوا كيف فتح لي اياه. هاي اللي عملناه اول مره, اللي عملته اول مره test 1 فتحته. طب كيف اعمل له run؟ بضغط على الزر الاخضر. هاي navigate to the program folder. شو يعني navigate؟ يعني تصفح, حدد مكانه, بعدين اختار البرنامج الفولدر, اختار الفولدر اللي فيه البرنامج, افتحه. رحنا على تيست فتحناه, اخترنا الملف اللي امتداده SLN. شو امتداده بده يكون؟ طبعا انا الامتدادات مش ظاهره عندي على الجهاز, لهيك ما شفتش انت الامتداد, بس هو امتداده لازم يكون اذا ظاهر الامتداد SLN. بعدين بعمل in the solution explorer double click on the file with extension vb. بالسوليوشن اكسبلورر يعني هون بضغط على هذا .vb. لعمل run إله إما بتضغط على F5 أو على الزر الأخضر, الزر الأخضر اللي قاعد أنا دائما بعمل منه هاي, أو هو نفسه F5. شوفنا كيف بعمل تنفيذ للبرامج. هاي آخر سلايد chapter 1. خلينا نروح على chapter 2 ونبلش, لأنه الأكثرية كمل chapter 1 من الأسبوع الماضي. احنا ضل عنا شوي, خلينا نبلش بشابتر 2. شابتر 2 هسه رح نبلش نبرمج. شابتر 1 بس تعلمنا على عن بيئه الفيجوال بيسك, تعلمنا بيئه فيجوال بيسك بروجرامينج لانجويج, بيئتها كيف, البرمجيه كيف بنفتحها, كيف بعمل بروجكت, شو يعني ايفنت, شو يعني بروباريتيز. طبعا هذا الشيء مهم كثير تفهم شو يعني ايفنت, كيف كل شيء بصير ايفنت دريفن. كنا كل شيء بيصير عندي هو event driven. طب event driven, بما انه event driven اذا انا لازم افهم كيف, يعني هسه لو تعلمت عن المتغيرات, اذا ما بدي كل شيء بدي اكتبه داخل event, مثلا بضغطت على الزر يصير هذا الاشي, اذا غيرت بالنص يصير هذا الاشي كله. لازم لهيك الاساس هو chapter 1, في اشياء كثير مهمه لازم تنتبهوا له. نشوف chapter 2 بحكي لنا عن ال variables, المتغيرات. راح نتعلم المتغيرات الرقمية والنصية والرموز والبوليان, كل أنواع المتغيرات. الانبوت and output in visual basic, عمليات الانبوت, كيف بقرأ قيم, بعمل انبوت للمتغيرات, كيف بظهر نتائج. احنا اظهرنا نتائج بتكست بوكس, واظهرنا نتيجة بليبل, واظهرنا نتيجة بليست بوكس بالشابتر 1, بس هيك بشكل سريع ما شرحنا عنهن عشان نوريك كيف إذا حصل الحدث كيف تتطبق أشياء معينة. بس راح نأخذ بالتفصيل كيف نعمل input, كيف نقرأ قيم من text box, من طبعا عادة إحنا بالبداية راح نعمل input من text box. الإشي اللي راح نستخدمه for input بالبداية اللي هو text box. for output راح نستخدم text box, راح نستخدم label, راح نستخدم list box, بصير كلهن for output بصير استخدامه. نشوف داتا تايب في الاوت, طبعا هذا الاوتلاينز, الاشياء الرئيسيه رح ناخذها. داتا تايبس نمبرز, رح ناخذ انتجرز ودبل,
طبعا بالسلايدات الدكتور رعد هون مفصل حاط كمان للانتجر للانتجر في سن للدبل في ديسيمال في سنجل مفصل هنا احنا بدنا الاساسيات اللي هن انتجر ودبل في عندنا كاراكتر الرموز سترينج النص كيف رح نعمل الانبوت اند اوتبوت رح ناخذ انواع الايرورز كمان انواع الايرورز رح ناخذ بشابتر 2 نبلش هنا باول سلايد حاط لك جمله تعريف متغير دب ان از انتجر يساوي 5 مش راح بديش الاقي 74 وانا حاضر عندي 67 بدي اسجل اصلا ببين كل طالب متى فات ومتى طلع كمان نشوف النمبرز الارقام النمبرز ار كولد نيوميريك ليترز الارقام العاديه بدي كل شيء من كل انواع الداتا بدي تميز بين مصطلحين ليترالز وفاريبل شو بدي تميز شو ما كان نوع الداتا نصي رقمي كاركترز بوليان بدي تميز في حد عنده سؤال ابو علي raised hand هاتلي طيب بدنا نميز بين تو مصطلحين لما احكي لك literal literals مقصود فيها القيم الكونستنت يعني الثوابت القيم الثابته يعني ارقام 10 100 مليون 1.5 3.5 سالب 1.5 سالب هاي literals نقول لما اعرف متغير x نوعه انتجر هذا الاكس فاريبل بدنا نميز بين الفاريبل والليترال لما نحكي literals شو يعني يعني قيم لما نحكي literals يعني قيم numbers are called numeric literals numeric literals قيم رقمية طبعا رح نتعلم العمليات الحسابية رح نعملهن على الأرقام اللي هن الجمع والطرح والضرب والقسمة والإكسبوننشال إكسبوننشال اللي هو الأس رح ناخذ كمان باقي قسمة وقسمة صحيحة هذول الأعداد الصحيحة بالأول رح يحكي لك عن الأرقام بشكل عام سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة شو يعني صحيحة؟ الأعداد الصحيحة العشرة المية فيهاش كسور هاي بنسميها integers الأعداد اللي بتحتوي على فاصلة عشرية بنسميها أعداد غير صحيحة مثلا عشرة ونص اللي احتوت على فاصلة عشرية هذا دبل هذا رح ناخذ داتا تايب دبل طبعا الأرقام سواء كانت صحيحة ولا غير صحيحة بقدر أجمع رقمين نقدر نعمل addition بالجمع نقدر نعمل سبت طرح نطرح رقم من رقم نقدر نضرب رقمين ببعض نقدر نقسم القسمة العادية هاي قسمة حقيقية رح نسميها نقدر نوجد رقم أس رقم آخر أعطينا أمثلة 2 زائد 3 اللي هي 5 3 ضرب 4 زائد 5 لاحظ العمليات 2 زائد 3 ولاحظ كل الأمثلة مش حاط لي X و Y ليش مش حاط لك X و Y لأنه معطيك أمثلة على literals يعني literals يعني حكينا قيم 2 زائد 3 3 ضرب 4 زائد 5 2 أس 3 طبعا هاي لو بدي أظهرهن طبعا أنا بدي أعمل open أرجع بدي الشات بدي أعمل open للي project test 2 ترجع لtest 2 وبدل التغيير على الخصائص هاي ممكن بالإضافة لتغيير الخصائص بدي أظهر النتائج هاي طبعا أنا راح أظهرها بليست box 1 dot items dot add شوف 2 زائد 3 تظهر لي إياها بسطر العبارة الثانية ثلاثة ضرب أربعة زائد خمسة ثلاثة ضرب ما بكتب الضرب ثلاثة ضرب أربعة زائد خمسة طبعا بين أقواس إذا نسيت قوس بعطيني إيرور اثنين أس بدل زائد اثنين أس الأس هاي إشارة الثلاثات اللي هي أس اثنين أس ثلاثة شوفوا راح اعمل رن طبعا انا ضغطت على الزر شوفوا ظهر لي 5 27 8
ورد تغير النص لأنه صار هلو ما كانش هلو. رد عملهن كمان مرة ويلكم 5 27 8. 5 منين أجا؟ 2 زائد 3 5. 3 ضرب 4 زائد 5 طبعا الأقواس لها أولوية 9 في 3 27. 2 أس 3 8. طبعا هناش تعقيد أنه صار أكثر من حدث. أنا ضغطت على الزر نفذهن وتغير النص كمان نفذ باسم الفانكشن لهيك صار عندي الأوتبوت مرتين. لاحظوا أنه الأوتبوت صارت مرتين عندي. عندي سؤال دكتور. تفضل. ليش بنفذ مرتين؟ لأنه أنا صار عندي الحدث. هو لما يكون الإيفنت بروسيجر اللي قبل شوي أخذناه مرتبط بحدثين بتنفذ إذا حصل أي حدث من الحدثين. إذا حصل إنه تغير النص أو ضغطت على الزر. هيك بتنفذ مرتين الإشي. هسا أنا لما جيت عملت أنا ما غيرت النص بس رحت عملت. طبعاً دي ينهي الجلسة هاي وتبدأ جلسة جديدة. بنجاوب بالجلسة الجديدة إن شاء الله. يلا خلينا ننهي هسا. السلام عليكم.